يقول يمر علي وقت صلاة الظهر ووقت صلاة العصر وأنا في الجبل أرعى الغنم، ومعي ماء يسدني ويزيد قليلا بعض الأحيان، لكنني أتيمم للصلاة وإنما يسدني للشرب، فهل ما أفعله صحيح ولا فيما إذا كان مكان الماء بعيدا عني؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت تحتاج هذا الماء للشراب والطبخ فإنك تتيمم، لأن وجود هذا الماء كالمعدوم لأنه للحاجة، فما دام أنه لا يتسع لحاجتك ولوضوئك فإنك تتيمم. أما إن كان الماء كثيرا تسع للحاجة من الشرب والطبخ والوضوء فإنه يجب عليك استعمال الماء، لأنك حينئذ واجد للماء الذي لا تحتاج إليه فيجب عليك الوضوء. الحاصل أن هذا راجع إلى الحالة التي أنت عليها، فإذا كان هذا الماء لا يكفي لحاجتك أو بقدر حاجتك فإنك تتيمم، أما إذا كان فيه زيادة عن حاجتك فإنك تتوضأ. وإذا كنت تخاف المستقبل والماء بعيد وتخاف لو توضأت من هذا الماء أن ينفد والماء بعيد عنك وتريد أن تحتفظ به للمستقبل أيضا فإنك تتيمم، لأن هذا من الحاجة. نعم، جزاكم الله خيرا.